بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. شهر المولد النبوي الشريف مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. معكم المنشد محمد سعيد الأشهب، رئيس مجموعة الإمام الرفاعي للمديح والسماح الجبلي الصوفي الأندلسي. إن شاء الله سنقدم لكم وستقدم لكم المجموعة المحترمة قصيدتي البشير النذير والصباح يصبح، والذي جرت العادة يعني يتغنى بها المادحون وسكان مدينة طنجة ليلة المولد النبوي الشريف وصباحة يوم المولد. هذه القصيدة التراثية الجميلة، وإن شاء الله نرجو أن تنال إعجابكم وشكرا. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا يا أمة محمد بالنبي الممجد صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا وصفه في القرآن صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله بالنبي المختار من شاع بالأنوار صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا بأكمال الأمة هو نعم الرجال صلى الله عليه. البشير النذير السراج المنير سيدنا أصحاب الحضرات وفي كل الأوقات بالصلاة على يا
من أتى بالكتاب صلى الله. من هو عاقل كثر بالسلام.
حسيبا دليلا عشيبا ما معي حبيبة ترد كلامي الصباح يصبح وانجلى الظلام وخلق محمد عليه سلام غالت غاب أهلي وبلغت أجلي ووضعت حاملي ببدر التمام الصباح يصبح وانجلى الظلام وخلق محمد عليه السلام غاب عن ناسي وانجلى نعاسي والشهر نفاسي ولا وانجلى الظلام وخلق محمد عليه السلام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.